السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من ريلمي في الفئة السعرية الاقتصادية، هتكلم عن الريلمي سي 65، موبايل بمواصفات جيدة إلى حد ما هنعرفها من خلال الفيديو، وكمان هنعرف محتويات علبة الموبايل، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلى على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للريلمي سي 65، والبداية مع التصميم. الموبايل اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، وطبعا الواجهة الامامية مصنوعة من الازاز. وابعاد الموبايل الطول 164.6 ملي، والعرض 76.1 ملي، اما سمك الموبايل 7.7 ملي، والوزن 185 جرام، والموبايل مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54. طبعا الريلمي سي 65 بيدعم شريحتين اتصال 4G، وبيدعم تركيب كارت مومر لحد 2 تيرا بايت، وكمان الموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه، والموبايل بيدعم تقنية NFC في بعض الأسواق، وبيدعم خاصية AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، وكمان الموبايل بيدعم مدخل سماعات الأذن، وبيدعم محرر الصور والفيديو المستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وكمان بيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكثر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي UI 5.0، وألوان الموبايل الأسود والذهبي والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. ده بالنسبة للمواصفات العادية. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية اللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الأداء والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 45 واط، هيشحن في وقت قليل جدا، ومنفذ الشحن تايب سي، بطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. أما مساحة تخزين الريلمي سي 65 الموبايل بثلاث اصدارات، الاصدار الاول رام 6 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، اما الاصدار الثالث والاخير رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، والموبايل بيدعم تركيب كارت مومر لحد 2 تيرا بايت علشان تزويد المساحه الخارجيه. نيجي بقى لشاشه الريلمي سي 65، واللي بتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.6 بوصه بجوده الاتش دي بلس بدقه 720 بكسل في 1604 بكسل، مع كثافه بكسلات 264 بكسل لكل بوصه، والشاشه بتدعم معدل تحديث 90 هرتز هيفرق في سرعه الاستجابه للشاشه خاصه في الالعاب، ومعدل السطوع 625 شمعة. طبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة هتقدم اداء كويس الى حد ما، كنت اتمنى انها تكون بجودة الفول اتش دي بلس، ولكن ده ما حصلش. وبشكل عام الشاشة هتقدم اداء مقبول بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. اما عن اداء الريلمي سي 65، المعالج بيجي من شركة ميديا تيك هيليو جي 85، ثمان النواب دقة تصنيع 12 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي جي 52، وهو نفس المعالج اللي موجود في الشاومي ريدمي 13 سي. نيجي بقى لكاميرات الريلمي سي 65، واولا الكاميرا الامامية واللي بتكون بدقة 8 ميجا بكسل بفاتحة عدسة 2.0، صور الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. الكاميرا الأمامية هتقدم أداء متواضع لا يرتقي حتى للجيد حيث الجودة والألوان. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد، الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل للعزل والبورتريه بفتحة عدسة 2.4. الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع الـ HDR والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وضع إشارة الكف والمؤقت الذاتي والالتقاط المتتابع، تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء جيد من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة واضحة وألوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لعيوب الريلمي سي 65. أول عيب في الموبايل دقة الشاشة HD بلس وليست فول HD بلس، فبالتالي بيتأثر على أداء الشاشة بشكل كبير وجودة الشاشة بشكل عام. كمان من عيوب الشاشة معدل السطوع ليس الأفضل خاصة تحت أشعة الشمس وضوء النهار. ومن عيوب الموبايل يفتقد إلى كاميرا التصوير الواسع الترا وايد. والعيب الأخير في الريلمي سي 65 أداء الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي، أداء متواضع جدا من حيث الجودة والألوان. ده بالنسبة للعيوب. نيجي بقى للمميزات.
من مميزات الريلمي سي 65 تصميم شيك ورائع مع وزن خفيف وسمك نحيف جدا. والميزة التانية في الموبايل البطارية كبيرة هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، بالإضافة إنها بتدعم الشحن السريع هيشحن في وقت قليل جدا لأن قوة الشحن 45 واط. ومن أهم مميزات الموبايل المعالج بيقدم أداء جيد في كل الاستخدامات. ومن مميزات الريلمي سي 65 بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع أحدث واجهة من ريلمي، والموبايل هينزل له تحديثات لمدة 3 سنوات على الأقل. وآخر ميزة في الموبايل بيدعم خاصية العمل حركات على الموبايل زي تقليب الفيديوهات بدون لمس الشاشة، تقليب الفيديوهات من على بعد. ده بالنسبة للعيوب والمميزات. نيجي بقى لمحتويات علبة الريلمي سي 65. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشحن بكود 45 واط وكابل يو اس بي تايب سي، وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدن لاستخراج شرائح الاتصال وكارت الميموري. وبيكون موجود في العلبة كتيب التعليمات او دليل البدء السريع. طبعا مش موجود في العلبة سماعات الاذن، وده امر عادي بالنسبة للريلمي. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الريلمي سي 65. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار الامريكي والسعر في بعض البلدان العربية، مع العلم ان السعر قد يختلف بالزيادة والنقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 155 دولار امريكي، يعني بالمصري 7700 جنيه. الموبايل نزل مصر بالفعل الضمان دولي وليس ضمان محلي. اما سعر الموبايل في السعودية 700 ريال، والسعر في الامارات 650 درهم، والسعر في الكويت 46 دينار، والسعر في البحرين 61 دينار، والسعر في قطر 584 ريال. اما سعر الموبايل بالمغربي 1650 درهم، والسعر بالدينار الليبي 865، والسعر في السودان 7784 جنيه. اما سعر الموبايل في الجزائر 32433 دينار، وسعر الموبايل في الاردن 110 دينار، واخيرا سعر الموبايل في فلسطين 757 شيكل. ده سعر الموبايل لنسخه الرام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت بالدولار وفي بعض البلدان العربيه. زي ما قلت لكم اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بالزياده والنقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق، كل دوله وليها ظروفها الاقتصاديه. وبس كده، رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.